وحالها حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك دكتور في نشرة الثالثة. إذن ما هي خطة الوزارة لتطوير القطاع الرياضي أو الرياضة المدرسية؟ طبعا هناك توجيه واضح واهتمام كبير جدا بتطوير قطاع الرياضة المدرسية من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ومن أجل هذا طبعا تم التوجيه بعدد من المبادرات والمشاريع والبرامج التي تسعى في هذه الاتجاه. فنحن نتحدث أولا عن مشروع المدرسة الرياضية المزمع إطلاقه إن شاء الله في العام بعد القادم، وهذا طبعا مشروع نادر من نوعه، يركز على تحديد مسار خاص للطلبة الراغبين في الانخراط في الرياضة المدرسية بجرعات أكبر. طبعا هذا سوف يعني زيادة المنهج الرياضي، ممارسة الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها، في مقدمتها طبعا الألعاب الأربع بالإضافة إلى ألعاب القوى، وهناك أيضا طبعا توجه لإدخال لعبة المصارعة وغيرها من الألعاب. طبعا إخضاع الطلبة لبرنامج واضح لقياس الأوزان وقياس المهارات من خلال البطاريات الدولية المعروفة، هذا فيما يتصل بموضوع المدرسة الرياضية. وطبعا يهدف هذا الأمر إلى تجربة هذا المشروع ومن ثم تعميمه تدريجيا من أجل نشر الوعي والثقافة بأهمية الرياضة بين الطلبة، وبالتالي تشجيع الطلبة على الانخراط في الاتحادات والأندية، وأيضا توفير الكفاءات البحرينية والمواهب الرياضية في سن طلابي صغير للأندية والاتحادات. هذا طبعا يعزز من قدرة مملكة البحرين على المشاركة في المحافل الدولية الرياضية. أيضا طبعا هناك مشروع آخر يتعلق ب الرياضات الذهنية. طبعا كما تعلم الآن وزارة التربية والتعليم تتوسع في طرح رياضة الشطرنج أو لعبة الشطرنج للطلبة في مختلف المدارس، وهناك اهتمام من سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بهذا الأمر، وسوف تكون هناك إن شاء الله مسابقتان في العام الدراسي القادم تحت رعاية سموه. أيضا الكثير من البرامج المتعلقة بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات المدرسية وأيضا القطاع الأهلي والقطاع الخاص من خلال تطوير الصالات الرياضية وتوفيرها للمناسبات الأهلية والأندية للشراكة مع وزارة التربية والتعليم، واستخدام الصالات الرياضية لممارسة الرياضة لممارسة الألعاب من خلال برنامج واضح يحافظ على هذه المنشآت وفي نفس الوقت توفرها للجميع الراغبين في استخدامها. إذن هذه المشاريع اللي تفضلت بها دكتور يعني ستبدأ، يعني لنقول أنها ستبدأ في مطلع العام الدراسي القادم. هناك طبعا مشاريع بدأت وجه بها سموه بشكل مسبق، ويعني هناك الآن في موضوع استخدام الصالات الرياضية العمل جار على تطويع هذه الصالات للاستخدام الأهلي والاستخدام الخاص للأندية أيضا والاتحادات. المدرسة الرياضية المشروع أقر من المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ويجري الآن التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لوضع طبعا المتطلبات اللازمة لإطلاق هذا المشروع. وبالتالي يعني هذه المشاريع جزء منها هو قيد التنفيذ وجزء سوف يبدأ تنفيذه في المرحلة القادمة إن شاء الله. نعم، شكرا لك سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.